يا هلا منيرة. هاي هلا وسهلا. هلا والله. كيف شايفة الأجواء والحماس؟ خرافية. حلو خرافية. طيب أنت لك في الملاكمة؟ بصراحة لا، I only know محمد علي. بس ما يخالف نسوي أبديت طبعا. أيوة. لا 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 أيوة. شوفي أول مرة أحضر مباراة ملاكمة ودفنتلي مو آخر مرة. صراحة الأجواء خرافية، ما توقعت إن التشجيع بياخذنا لهذا الحماس. جداً صح. جداً أنا ما أفهم فيه، بس أول ما يطلع أحد أقول خلاص بشجع هذا وأتحمس مرة ومع الجمهور ومرة حماس و it's so amazing صراحة. اليوم عشاق الملاكمة جو من كل مكان، حدهم مصطفى. مصطفى دائماً نقابله في احداث كثيره في الموسم. مصطفى كيف حالك؟ اهلا وسهلا، شوفتك اليوم واحنا اسعد. الله يحييكم. مصطفى اليوم يعني نزالات، ثمان نزالات كبيره جدا، اسماء كبيره وعملاقه. كيف كان الى الان على الاقل النزالات اللي حضرتها؟ من بدايه النزالات او اول ست نزالات كلها نوك اوت. النزال الوحيد على الاخيره الان اللي طالعين فيها البريك بيفول، كملوا 12 جوله وفاز بالنقاط. الخصم كان خصم بيفول، كان متردد واستمتعنا بال 12 جولات كامله، لان اكثر مباريات من شوطين الى اربع ست اشواط ناك اوت وتنتهي. اكون صريح معك، انا حضرت كثير فايتس بس ما في شيء جذبني لرياضه البوكسينج زي اليوم. اليوم انا عشقت هذه الرياضه، عشقت الحضور، عشقت طبعا حضور او خلينا نقول القرب من الرينج او الحلبه، عشقت الفايبس، اجواء رهيبه جدا. انا اليوم صرت واحد من الجمهور، يعني ممكن اسافر علشانها. انا ممكن اقول لك السبب، اليوم بالذات الثمان نزالات كلها نزالات تحديات، نجوم كبار. النزالات السابقه بدا يكون في حدث رئيسي، ماتش رئيسي، وقبلها تكون نزالات متطوعين، متدربين، مبتدئين، تكون اخر شيء الحدث الرئيسي. اليوم الثمانيه نزالات كلها تحديات ونجوم كبار. نسالكم يا وينات كيف حالك؟ راح ابين الحين؟ بخير الحمد لله. كيف الفايتس معك؟ مره حلو صراحه، عجبنا، استمتعنا، المباراه كانت مره حلوه. حلو، اليوم في ثمان نزالات، انت اول مره تحضرين بوكسينج؟ ايوه اول مره. انا احضر اكثر من مره، وقلت قبل شوي انه انا اليوم هالرياضه هذه خلتها من ضمن اولوياتي، عشقتها وحبيتها. قديش اليوم عشقت الفايبس؟ قديش حبيت الفايبس او الاجواء؟ صراحه انا مره اول مره احضر مباراه وتغير رايي مره كثير. اول شيء كنت يعني خايفه من لانه اول مره احضر بوكسين وكذا، بس صراحه حبيت وحسيت حالي اني ما عندي مشكله اني اشوف. بالعكس انا الحين قاعده اقول له زي اضربه زياده. تعالوا نسولف، تعالوا. انت مو محبين البوكسينج؟ لا اتابع بس يعني. اتابع بس. بس. من فيكم يحب هالرياضة؟ والله أنا أول مرة صراحة جيت أتابعها و حبيتها؟ حبيتها والله صراحة. ودك تكون يوم من الأيام فايتر؟ والله ودنا. جد والله؟ أي والله. يلا تتحدى؟ أتحدى. أجيب الجلف؟ يلا جلف. أوه عندنا ضيف مهم جدا، هلا وسهلا كيف حالك؟ هلا وسهلا. تعرفين عليك؟ سوري نرجس. أمزح معاكم. هاي زميلتي نرجس، حتكمل معاكم اللقاء، تكملي نرجس. يلا تعال. احنا اليوم موجودين في فعاليه الصراحه مبسوطين فيها، وان شاء الله انت تكون مبسوط فيها، بس علمني كيف الاجواء. والله الاجواء يعني ما شاء الله، يعني اشوف اجواء عالميه، غير انها اجواء يعني صحنا في السعوديه ومستغرب من هالشيء، يعني ملاكمه واشياء كذا، بس ما شاء الله يعني ابدع تركي آل الشيخ، ابدع هيئه الترفيه، ابدع في كل شيء ما شاء الله. انت يعني لك خبره في الملاكمه ولا جاي عشان هي رياضه محببه للناس في السعوديه فجيتها؟ انا مهتم في الملاكمه وبالام ام اي خصوصا، فهذا يعني هذا الايفنت اللي احب اروح له، والحمد لله انها جت عندنا يعني. تعال يا خلف، وش تبغى؟ اعطيني مايك. جايب ملاكم سعودي فايز ومحقق ذهبيه، ماجد. يلا ما يبدي. اهلا وسهلا ماجد وائل. اهلا وسهلا. عرف بنفسك يا ماجد، وانت جايب ذهبية. معكم ماجد وائل، لاعب ملاكمة، بطل الملاكم ست مرات، لعبت 13 نزال، ستة منها بالقاضية والباقي انتهى بالاجماع القضاة. بطل دورة الألعاب السعودية السنة هذه في الملاكمة الحمد لله، وزن 67 شباب. تبي تقاتل؟
دربني ادربني ولا ما اسوي معك لقاء او شيء. يدي خطا كذا صح كذا المفروض امسك المايك. حلو اوكي ها لا ما يمدي. قديش اليوم ثمان نزالات هذه شيء لا يصدق ما شاء الله عارفين شيء لا يصدق. كل نزال احسن من احسن من اللي قبله الحمد لله ما شاء الله. كل شيء احسن من الثاني حرفيا كل نزال احسن من الثاني. كل نزال يقول انا الافضل من اللي قبلي فالحمد لله. السباق جوشوا وايلدر الحمد لله. كيف شعورك اليوم وانت مدرب ملاكمه وثمان نزالات؟ لا مو اي نزالات شيء لا يصدق كلهم كومبات. لا الصراحة أجواء حلوة جدا. ما كنت متوقع شيء يصير زي كذا. لا بس ولا حتى في الريجن ولا حتى في الخيال. بس لما جيت شفت بعد كده لا يعني الصراحة واو واو. عرفت أستاذ نرجس العوامي الأستاذ الحسن مرشد. الحسن مرشد المرشد هذا يتكلم سبع لغات صح؟ غير صحيح. كيف الحماس؟ تحب الملاكمة؟ إيه أحب الملاكمة. الأجواء حلوة صراحة. كيف الملاكمة معك؟ والله الملاكمة ممتازة جدا. أول شيء أقوله الحمد لله إني سعودي قسم بالله. يعني الأشياء اللي كنا نتمناها أول نطلع الحين جت في الرياض وجت يعني بين يدينا. الصراحة أنا ما أشجع الملاكمة ولكن صرت من جديد يعني لفتوا انتباهي هيئة الترفيه إلى رياضة جدا جميلة. الأمانة رياضة جدا جدا جميلة فن نبيل. أنت تشجع من هدول؟ وايلدر وجوشوا وجاي كمان ديميتري بيبول اللي انتصر قبل شوي. أنت من المشجعين للملاكمة من أول ولا من يوم جت السعودية؟ أنا مشجع قديم للملاكمة. اللي قاعد يحصل في السعودية الآن شيء عظيم جدا. نزال فيوري وانغانو كان من أكثر النزالات المنتظرة في العالم وحصل هنا وحضرته وكان من أحد أقوى الأحداث. ما هو من أحد أقوى، أقوى حدث حصل في 2023 بلا منازع. المشجعين وأجواءهم اللي سووها، المشاهير اللي حضروا كانوا كمية أسامي عظيمة جدا. اللي حاصل اليوم هو شيء أول مرة يحصل في تاريخ الملاكمة. أنا مشجع قديم، الأسامي ما تجتمع، الأسامي ما تجتمع. في كل حدث يكون في اسم واحد أو بالكثير اسمين، أما يكون فيه أسامي بهذا القدر يعني ديميتري بيفل جوشوا وايلدر غير الأسامي اللي متوسطة الشهرة هذا شيء ما عمره حصل فعلا. شكرا جزيلا لموسم الرياض اللي خلانا نشوف شيء ما قد عمره حصل ونحضره في بلدنا.